دلوقتي تعالوا نروح بسرعه لزميلتنا منى شرعاوي عشان نتعرف منها على اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير منى. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا منى. صباح الفل عليك يا فسند. كل الناس بتتابع اسعار العملات، خلينا نقول على طول اسعار العملات وتغيراتها. يلا بينا. صباح الخير على كل مشاهدينا، نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. الدولار الامريكي بيسجل معانا 18.83 جنيه قرش للشراء، 18.90 جنيه للبيع. اليورو بيسجل 19.18 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22.55 جنيه للشراء، 22.65 جنيه للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19.36 جنيه للشراء، 19.44 جنيه للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2.80 جنيه للشراء، 2.82 جنيه للبيع. الريال السعودي بيسجل 5.01 جنيه للشراء، 5.03 جنيه للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 61.16 جنيه للشراء، 61.57 جنيه للبيع. أما الدرهم الإماراتي بيسجل 5.12 جنيه للشراء، 5.14 جنيه للبيع. أما بقى بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فخلينا نشوف مع بعض. عيار 18 بيسجل 857 جنيه للجرام الواحد، عيار 21 بيسجل 1000 جنيه للجرام الواحد، عيار 24 بيسجل 1143 جنيه للجرام الواحد، والجنيه الذهب بيسجل 8000 جنيه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. الجو هيكون حار ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي ارتفاع في نسب الرطوبة في النهار، وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات. هنلاقي كمان شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ده غير ان هيكون في نشاط للرياح على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة، والأقل هتكون في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.